انا نورهان اشرف، في كليه اعلام، في سنه ثالثه، قسم اذاعه وتلفزيون. بشتغل من حوالي سنتين في المجال الميديا يعني، بس في حاجات بسيطه شويه وعلى قد كده. عملت اعلانات بسيطه برضو بصوتي وفويس اوفر في قنوات، هي من القنوات اللي لسه جديده بتبتدي دلوقتي. عملت فيها حاجات كتير فويس اوفر. هي جات لي الفكره بقى ان انا اطلع بحاجه زي كده الفيديو بتاع عشان امبارح انت نزلتي فيديو ليكي بتقلدي فيه الفويس اوفر في اكتر من شركة او اكتر من اعلان، وعمل نسبة مشاهدة اكتر من 500,000، ودلوقتي انا عرفت ان هو عمل حوالي 800,000، يعني حوالي 1.25 مليون نسبة مشاهدة. فدي نسبة كبيرة جدا في وقت قليل جدا. عايزه اقول لك اني بس انا اسفه قطعتك. في يعني ضيف بيدج واحده، تمام؟ هو كل بيدج بتاخدها بتعمل الفيديو ابلود تاني لوحدها. يعني في بيدج تانية وصل دلوقتي حوالي 400,000، دي غير اللي هنا خالص. دي تمام. في برضو بيدجات تانية كتير شيرت الموضوع. هو انا بعد ما لقيت بصراحه، انا طبعا كل في بالي ان الفويس اوفر دي بنت او ولد هيعمل فويس اوفر، حاجه بتتسجل، صوت. صوت في اي قناه او اي مثلا هيقول اخبار او وات ايفر، يعني لو هو هيعملها مسجله هتبقى بصوته بس هو مش ظاهر. فما كانتش جات لي الفكره خالص الاول. بعدين في فيديو ظهر الناس بتعمل فويس اوفر بس ولاد، في ولد تمام؟ كلهم ولاد، مفيش بنات ما خالص. شفتش اي انت بنت اول خالص. بنت تعملي الفويس اوفر؟ فانا بصراحه اتشديت، هم ما شاء الله صوتهم حلو جدا، فانا اتشديت للفكره من هنا. قلت طب ليه ما اعملش؟ وكمان حد من قرايبي، ابن خالته برضو، لقيته بيقول لي طب ما تعملي حاجه زي كده، انت صوتك حلو هتتشهري بيها يعني. فالاول بصراحه يعني قعدت افكر في الموضوع. بعدين لقيت الناس من اللي يعني شغاله معاهم برضو قالوا لي الفكره دي. فبصراحه كده انا كنت يعني صباح يوم امتحاني يعني عندي تاني يوم امتحان على طول في الجامعه، بس جات لي الفكره بالليل وقمت وقلت انا هعمل فيديو دلوقتي.